الحكومة تتوسع شبكة الغاز مع ألمانيا وصولاً للنرويج. العثور على فتاة متوفية في شقة أفغاني بفيينا. مبادرة مائدة الطعام النمساوية توفر الغذاء ل 35,000 شخص. السجن 19 عاماً لشيشاني طعن سائق تاكسي 14 مرة دون سبب. النمسا لم تسجل حالة وفاة بحوادث السيارات في أسبوع منذ عقد. ومدينة سالسبورغ تزيل أقفال الحب من جسر ماركو فاينغولد. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أقرت الحكومة النمساوية توسيع خط أنابيب الغاز مع ألمانيا وتأكيد توسيع شبكات الكهرباء لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. وأكدت الحكومة على أهمية الاستقلال الطاقوي وصرحت بأن تعزيز البنية التحتية يلعب دورا حاسما في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك بناء خط أنابيب جديد إلى ألمانيا لزيادة قدرة النقل وتنويع مصادر الغاز، وتشمل الخطط استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي، بما يساهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة وفقا للمستشار نيهاما. عثرت الشرطة في فيينا على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ميتة في شقة شاب أفغاني، وذلك بعد جرعة مخدرات زائدة. وكان الأفغاني قد اتصل بالطوارئ بعد اكتشافه عدم استجابة الفتاة، مدعيا بأنه مارس الجنس معها بالتراضي، وزعم أنها توفيت بسبب جرعة زائدة من المخدرات. وقالت الشرطة أن من أجل استبعاد أي جريمة صدر أمر بتشريح جثث الشابة والذي أظهر عدم استخدام العنف وتشخيص التسمم بالمخدرات، حيث يجرى التحقيق فيما إذا كان هذا هو سبب الوفاة. وزعت مبادرة مائدة الطعام النمساوية الطعام مجانا على أكثر من 35,000 شخص فقير العام الماضي بزيادة 25% عن 2022، شمل خمس الدعم الأطفال والشباب. وقالت أن الزيادة تعزى إلى الحاجة بشكل أساسي بسبب ارتفاع التكاليف، وتصل المساعدات من خلال 100 مؤسسة اجتماعية، ويتم توزيعها بواسطة متطوعين، حيث ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 40% بين عامي 2021 و2022، وقد زادت المواد الغذائية الفائضة بنسبة 16% مع التركيز على الفواكه والخضروات بفضل التعاون مع قطاع الزراعة. أدانت محكمة فيينا نويشتات شابا شيشانيا بالسجن لمدة 19 عاما بتهمة محاولة قتل سائق تاكسي في النمسا السفلى طعنه 14 مرة. وهاجم الجاني الضحية بسكين في 11 من سبتمبر الماضي، مما تسبب له بإصابات خطيرة، ورغم اعترافه بالجريمة لم يقدم تفسيرا واضحا لدوافعه مؤكدا تأثره بالمخدرات. وحكمت المحكمة عليه بالسجن والعلاج النفسي، وأصرحت القاضية بأن الهجوم كان وحشيا، حيث يواجه السائق آثارا جسدية ونفسية مستمرة مما جعله غير قادرا على العمل، وقد طلب تعويضا ماليا يصل إلى 15,000 يورو. قال تقرير لمجلس السلامة المرورية أن للمرة الأولى منذ 10 سنوات لم تسجل النمسا أي ضحايا في حوادث المرور خلال الأسبوع الماضي. وبين التقرير أنه من 26 من 26 من فبراير حتى 3 من مارس لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وقال أنه إذا لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث لاحقة فهذا هو أول أسبوع منذ 10 سنوات لا يسجل فيه أي ضحايا، حيث انخفضت حالات الوفاة إلى 33 شخصا منذ بداية العام مقارنة ب 55 في نفس الفترة من العام الماضي، وكان التشتت والسرعة هما السببان الرئيسيان لحوادث المرور القاتلة. قامت بلدية سالسبورغ بإزالة أقفال الحب من جسر ماركو فاينغولد لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث يصل وزن الأقفال البالغ عددها نحو 15,000 قفل حوالي طنين. ويعد الجسر من الأماكن الرومانسية في المدينة، ويترك الأقفال عليه كرمز للحب، لكن البلدية تقوم بإزالتها سنويا للحفاظ على سلامة سياج الجسر، وتخزن الأقفال المزالة لمدة عام من أجل أصحابها في حال طالبوا بها. وتوصي البلدية الأزواج باستخدام أقفال حب صغيرة ومضادة للصدأ لضمان بقائها على الجسر،
وشعر العديد بالحزن لرؤية إزالة الأقفال، لكنهم أكدوا أن الحب الحقيقي لا يعتمد على ذلك. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.